وسط أجواء روحانية عظم فيها الحاضرون شعائر الله. هنا بمدينة قعطبة كانت طقوس عيد الفطر الصباحية، وفيها دعا الخطيب إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف، كونها السبيل إلى القوة والمنعة والعزة والطريق الوحيد للانتصار على السلاليين واستعادة مؤسسات الدولة والتخلي من التبعية المقيتة. فإن التجارة والخلافات والانقسامات ليس سوى هدايا مجانية يقدمها لميليشيا الانقلاب والإرهاب. لا ننسى وسائل التوجيه والإرشاد، فواجب الوقت يفرض عليهم توحيد الخطاب الإعلامي وتوجيه وسائل الإعلام ومنابر المساجد نحو جمع الكلمة ووحدة الصف. في الضالع جوهر المناسبة الدينية يظل موحداً، تميزه العادات الاجتماعية مثل الزيارات المتبادلة وتوزيع العيديات، وتعبر عن بساطة وجمال الإنسان اليمني وتمسكه بالعادات والتقاليد ومبادئ الإسلام، ويعبرون فيها عن مدى التلاحم والأخوة بين أفراد المجتمع، وفيها يتقارب المتخاصمون. لازم التكافل يقع بين الجميع، وصلة الأرحام واجب، والعيد يعني يستاهل إنه الإنسان ما بينك أنت وشخص أي كلام أي خلاف إنك تنساها، دي ابتعد عن الخلافات وابتعد عن جميع الأشياء. والعيد هذه مناسبة كريمة، دعوة طيبة إلى جميع الشعب أن يكون متراحم، أن يكون يعني متآخي، أن يكونوا على يد واحدة على أساس الشعب يعيش في أمن واستقرار. وللأطفال طقوسهم الخاصة، يتزاورون فيما بينهم، يمرحون ويفرحون بقلوب يملأها الحب دون مبالاة بمآلات الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، يخلقون الفرحة بين واقع مرير ويصنعون الابتسامة بين القلوب ويجمعون الأسرة والمجتمع تحت سقف واحد.